هتكلم عن 5 أنواع من الفواكه مفيدة جدا لمرضى السكر. الفواكه دي غنية بمجموعة من الحاجات والفوائد المفيدة العظيمة لمرضى السكر. أول حاجة إن هي غنية بالفيتامينات والمعادن فبتحسن من صحتهم. أما تاني حاجة إن هي برضو غنية بالألياف فبتقلل من ارتفاع السكر. تالت حاجة كمان إن هي غنية بمضادات الأكسدة اللي بتحمي مرضى السكر من الالتهابات اللي ممكن تحصل لهم، كمان بتحميهم من الأمراض، بتقي كمان الناس اللي ممكن يتناولوها ان هم يحصل لهم مرض السكر، فتعمل كمان وقاية للناس من حدوث مرض السكر. فالفواكه دي مهمة جدا، وطبعا مؤشر جليسيم منخفض ما بترفعش السكر بدرجة عالية. اول نوع من الفواكه معانا هو فاكهة الفراولة، والفراولة بتعتبر من الفواكه المفيدة جدا، سعراتها حرارية قليلة، فيتامينات والياف ومعادن، فمن الحاجات المفيدة، مؤشر جليسيم منخفض، ممكن نبدأ نتناولها. ومرضى السكر من النوع التاني يتناولوها، يضيفوها لطبق من سلطة الفواكه، ممكن يتناولوها بين الوجبات او يضيفوها للزبادي. اما تاني نوع من الفواكه معانا هو فاكهة التوت، والتوت برضو من الفواكه المفيدة جدا لمرضى السكر، يبدأوا يتناولوهم ويبدأوا يضيفوهم، كمان ممكن يضيفوهم لوجبة من الشوفان كامل الحبة، يبدأوا يتناولوا التوت لانه من الحاجات المؤشرها الجليسيمي المنخفض وغنية بالالياف فبترفع السكر بطء. ثالث حاجة هو الكرز، وبرضو الكرز بيعتبر من الفواكه المفيدة جدا لمرضى السكر، سعرات حرارية قليلة وفيتامينات وألياف ومعادن ومؤشر جليسيمي منخفض. رابع فاكهة معانا النهاردة الحمضيات، وأشهر أنواع الحمضيات ممكن الجريب فروت أو البرتقال، فيتامين سي مفيد بيرفع مناعة مريض السكر، ممكن نضيفهم للوجبات بتاعتنا، وممكن كمان نبدأ نقطعه، ممكن نبدأ ناكله مع وجبة من الشوفان أو نضيفه على كوباية من الزبادي نتناوله بين الوجبات. فمن الحاجات المفيدة رقم 5 التفاح، بس شرط التفاح ان احنا نتناوله باعتدال، نتناوله بقشره. التفاح من الحاجات المفيدة جدا، غنية بمركبات البيروفينول اللي هي بتزود من حساسية الانسولين، تخلي الانسولين يشتغل اكتر وبكفاءة، كمان بتنشط مستقبلات الانسولين، هي تستقبل الانسولين ويبدأ الانسولين يدخل للخلايا ويبدأ الجسم يستفاد منه وبتجنب من تراكم السكر وارتفاع السكر. فالتفاح كله فوائد مهمة جدا، كمان التفاح غني بالألياف اللي بترفع السكر ببطء. فال5 فواكه دول مهمة لمرضى السكر، يبدأوا يتناولوهم باعتدال، التوت والكرز وكمان